Today is the day that dreams come true. In a few minutes, inshallah ta'ala, we'll be getting on our coaches and leaving for Medina al-Munawwara, the beginning of this incredible journey, this journey of a lifetime, making the impossible possible. That's exactly what you have done, and it starts here. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أنا مش مصدقة إني بنطلع عمرة. أنا مش مصدقة حالي. لما أوصل بدي أدعي لأبوي، لأدعي لكل أهلي. أنا كثير فرحان وماني مصدق إني يوم غد يعني إن شاء الله يجوز يعني أكون في المملكة العربية السعودية، راح أعتمر عني وعن أبوي. اللهم أول علينا سفرنا هذينا، من مكة حبيبي نوره سطاع المدينة، من صلى صلاته حل بصفاته، من مكة حبيبي نوره سطاع المدينة. We've all just woken up. We prayed our Salat al-Fajr. We've had a little bit to eat. Some of the kids are still sleeping right now. Alhamdulillah, because we're on the last stretch. In a few hours' time, we'll be entering the greatest city on earth, the city of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. حسيت شعوره كثير كويس أول شيء. ثاني شيء حسيت أنه يعني مثلاً في شخص يعني في شخص مثل يعني مثل أقرب من الصديق، يعني مثل الأم مثلاً زي هيك، يعني أنه شخص رايح تشوفه يعني مع أنه قبر يعني زي هيك، بس حس حالك أنه عز وفخر أنك شفت قبر رسول عليه الصلاة والسلام، وأنه أنت يعني مثلاً ما متت وبعدك ما تشايفه. يا ربي انك تستر على بناتك يا الله. شعور انه كثير 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 حلو، وماني مصدقه حالي اني وصلت لها. Every letter that they've read of the Quran in this blessed place with the masjid of the Prophet صلى الله عليه وسلم is your reward as well, and the best is yet to come because they're going to be going on Umrah. And now we march in search of the mercy of Allah and His forgiveness to the first house of Allah upon this earth for our Umrah, for our orphans. أنا شعوري اليوم لأنه أنا وصلت على المكان هذا المكة المكرمة، وكثير كثير فرحان، وشعوري أنه أنا كثير كثير مبسوطة من راح، وحاسة براحة نفسية، وراح أكون سعيدة لأنه هذا المكان اللي أنا نفسي من زمان أني أفوت فيه وأجي فيه، بس أنه الواحد بحس لما يفوت فيه بحس براحة نفسية واطمئنان، وبيكون من جوا يعني كثير كثير مرتاح، وأنا كثير كثير مبسوطة أني أشوف المكة المكرمة وأنظر إليها وأدعي إليها من كل قلبي، وأدعي لها بكل أنا شو ما أتمنى، وكثير كثير يعني، وأدعي لبابا الله يرحمه وإن شاء الله متواجد جنة، ويجعلنا إن شاء الله كل واحد من مسلم مشتهيها يفوت فيها ويجي فيها. وأنا كثير كثير مبسوطة إنه اليوم إني رح أجي هون ورح أفوت على المكة المكرمة، ورح أدعي من كل قلبي، ورح أدعي لكل واحد يعني أنا نفسي فيه رح أدعي له. من الفرحة والحمد لله إن كل بالي دعيته، يا رب يرحم أبوي برحمته ويشفي كل مرض في أمي وينجحني بالمدرسة.
دهشة، وانه يعني اول مره اشوفها زي هيك، ويعني انه هذا المكان يعني مشرف وزار الرسول عليه الصلاه والسلام وسيدنا اسماعيل ومقام ابراهيم عليه الصلاه والسلام، وكان يعني شيء يعني كثير حلو، ويعني حسيت بالفرح يعني لا يوصف. شعور شعوري كان كثير كويس اني يعني قدرت المس الكعبه، ويعني اني اشم ريحتها. الحمد لله يعني انا اشكر الله ثم اشكر المتبرع يعني اللي خلاني اقدر المس الكعبه. انا كان شعوري انه يعني مفتخر انه يعني ابوي مثلا راح يرضى علي، ويعني انه كمان يعني انا الحمد لله يعني قدرت اهدي ابوي، هو ميت يعني قدرت اهدي شيء. وانا يعني شعوري كان كثير يعني مبسوط، وانه راح يعني مثلا ابوي راح يعرف اني انا اعطيته عمره. لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والكل لا شريك لك، لبيك الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله.